السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نبدأ من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. في استمرار لمسلسل الفوضى الأمنية وانتشار السلاح وفقدان السيطرة الحكومية على هذا الملف، اندلع نزاع عشائري مسلح في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، استخدم فيه الأسلحة المختلفة من خفيفة ومتوسطة بحسب مصادر محلية. دعونا نشاهد. هاي أبو الخصيب من هجران، هاي أبو الخصيب من هجران. شباب، وين الشرطة؟ وين الداخلية؟ نستمر مع هذا الملف مشاهدينا. في محافظة النجف أظهرت مقاطع مصورة محاولة أو عملية سرقة لمحتويات سيارة أحد المواطنين من أمام مستشفى المناذرة، ويؤكد أهالي النجف أن السرقات تتكرر بشكل مستمر، ما أصبح يشعرهم بالقلق الدائم، كما يؤكدون أيضا غياب أي إجراءات حكومية تردع من يخالف القانون وتحمي المواطن. لنشاهد. هاي باب مستشفى المناذرة، حاط السيارة بأمان الله، ويجون الجماعة يكسرون الجام ويدورون ياخذون المستمسكات. يفرشون السيارة تفليش. هاي باب مستشفى المناذرة، باب مستشفى المناذرة. اجت المكافحة يقولون هاي البوقة الرابعة او الخامسة او العاشرة، ولحد الان ما لاقينا. إيه الحل؟ شنو الحل؟ شنو هسه احنا شنو شلون يعني نظل؟ يعني نظل هاي النجف غير آمنة؟ النجف غير آمنة، هاي نقطة راس سطر. بأي مكان انت تخلي سيارتك، تخلي مكانك، ماكو أي أمان. باقي المستمسكات، مكسرين السيارة، وعادي عادي طبيعية الأمور. روح صلح وافتر بالدوائر، انت عندك بدل ضائع، افتر شوف شلون راح يصير بيك. خوش كاميرا طبعا ماكو مال المستشفى، مشولة. وهاي النقطة مال الشرطة، هاي 50 متر، 50 متر نقطة الشرطة. نحجي الشرطة لا حول ولا قوة، يقول لهم الناس، يقول لك احنا باب المستشفى. وبعد يم الله الحكي، النجف ما ادري وين توصل، ما اعرف وين توصل النجف. المستمسكات وين؟ ما نعرف. السيارة ما نعرف، والله ما ادري. الى الله المشتكى. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام إلى مقطع غريب تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا لأن السلاح في العراق منتشر والقانون غائب، فمن الطبيعي أن ترى أيها المشاهد الكريم استخدام السلاح في مواضع ومواقف تطرح كثيرا من التساؤلات بشأن وعود حصر السلاح بيد الدولة التي أطلقتها الحكومة الحالية والحكومة السابقة. طبعا من بين هذه المواقف الغريبة هو المزاح، أو ما يعرف باللهجة العراقية بالشقة، إذ حدث مزاح بين بعض الأصدقاء في العاصمة بغداد أدى إلى إطلاق النار من قبل أحدهم على صديقه، ما أدى إلى إصابة الأخير. لنشاهد. هذا
حقيقة نترك لكم التعليق بشأن ما يحدث في العراق. ما الذي يجري في العراق اليوم مشاهدينا الكرام؟ نستعرض بعض التعليقات التي تتعلق بهذه المقاطع. فاضل يقول: السلاح المنفلت ودولة لا تعرف الحلول ولا القضاء على هذا الانفلات الذي إذا بقي فعلى العراق السلام. سيف يقول: استهتار بأرواح الناس، يجب أن تسود سلطة القانون ورفع السلاح عن عامة الناس. حسن عبد الحميد يقول: حقيقة أن النجف غير آمنة لوجود أشخاص غير كفؤين يديرون أهم المواقع التي تضمن حياة وأمن ورفاهية المواطن، وعدم وجود عقلية تستثمر العناصر التي تقودها بالشكل الصحيح. وضياء يقول: عيش وشوف بهذا البلد، ما زال البلد محتل. مشاهدينا، ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. ناشد مواطن من محافظة البصرة الجهات المعنية بإنهاء معاناة طلبة مدرسة قلعة الأهوار الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مدرستهم بسبب رداءة الطريق، كما أيضا تفتقر المدرسة إلى الخدمات وتشهد نقصا في الكوادر التعليمية. لنشاهد. هذا حال الشارع اللي مسافته تقريبا 5 كيلومتر، 5 كيلومتر هذا حاله طين. الطلاب والهيئة التدريسية يجون مشي، لأنه لا سيارة تجي ونص الطلاب تغيب، ما تقدر تمشي، شلون السيارة راح تطلع هنا؟ والطلاب هاي النازعة يكرمون أحذيتها والمعلمين يزعون على أحذيتهم ويمشون. هذا حالها. محمد الشاع السوداني وزير التربية محافظ البصرة أسعد العيدان المحترم، ناشدكم إن كلكم هاي معاناة الواقع التربوي، شاهد الله ورسوله. نمشي 3 كيلوات، هاي تشوفون هاي سدة 4 كيلوات المسافة مالتها، 3 سياراتنا ذابين هناك وجاي نمشي حالنا حال الطلاب. شوف هاي الطلاب إذا مطرت الدنيا تعزل الوادم، أمس ما داوموا واليوم اجينا، اضطرينا اجينا لأن المدرسة فارغة. هاي بالهور استاذ، البيوت مال الطلاب تبعد تقريبا من 5 إلى 6 كيلو مسافة عن المدرسة. هاي المدرسة هذه صور المدرسة، هاي المسافة مالتها. شو هنا بالهور، وهذا الشارع كله منا هذا الشط وال خاب يقول معسل، ايش معنى وزير التربية؟ احنا الناجدك لان انت المسؤول علينا، انت ولي الامر مالنا. احنا هاي المدرسه تشوفها من 2019 2018 تفتقر الى الكادر التعليمي، ملاكها 4 معلمين ب6 شعب، تشوفنا مطينين نمشي لنا 3 كيلوات 4 يلا نوصل لسياراتنا. هاي السده تبليط ماكو، 4 معلمين ب6 شعب. خل تسمعني الدنيا كلها، ما صاير ابوي، شوفون هاي الطلاب 4 كيلو حاطين هذا بالمطر، هيك ايام الشتاء وايام الصيف التراب يغطيهم، تغطي تراب تراب تراب، هذا شلون راح تتعدى سياره؟ شلون راح يجون؟ مشاهدينا، مستمرون مع هذا الملف. إذ أظهر مقطع من محافظة ميسان حال مدرسة قلعة صالح للبنات الواقعة في قضاء قلعة صالح والتي تعاني من الإهمال الحكومي. طبعا هذه المدرسة بنيت في عام 1932 وهي غير آمنة ومتهالكة ومهددة بالسقوط وتحتاج إلى الترميم العاجل. طبعا بالرغم من المناشدات المتكررة للأهالي، لكن من دون الوصول إلى أي استجابة من قبل الجهات المعنية. لنشاهد.
بالانتقال إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع، جدد ناشط من مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية جدد حديثه عن فساد تنفيذ إحدى المدارس في قضايا عفك، وسبق أن عرضنا لحضراتكم مشاهدين الكرام في نفس البرنامج مناشدة سابقة لنفس الناشط، وهو أيضا ينتقد إهمال وتلكؤ تنفيذ المدرسة منذ 8 سنوات. لنشاهد. حياكم الله أخوان الأعزاء. هاي المدرسة اللي بساحة التمثيل اللي كانت مدفونة 8 سنوات بساحة التمثيل، هذا شالوا الصب كله، وهذا راح يصبون هذا الخشب داير ما دايرها، راح يصبون صبة جديدة. أتمنى أنه تكون متابعة من محافظة الديوانية مثل شهد مقام قضاء عفك أستاذ قاسم العرباوي، أنه تكون لافتة هنا، ما يصير ماكو مشروع ما بلافتة، تكون لافتة هنا ينذكر بها اسم الجهة المستفيدة والكلفة المالية شقد، ومنو الجهة المنفذة، اسم المهندس المقيم عليها، حتى ما تروح مثل ذيش المدرسة اللي راحت وما نعرف لحد الآن فلوسها وين، وما نعرف شنو إجراءات النزاهة، شنو النتيجة نزاهة الديوانية، شنو النتيجة ما نعرف. فهذا صب جديد وشغل جديد، غير تخلوا لافتة هنا ماكو مشروع اليوم ما بي لافتة تنذكر بها كل التفاصيل. هذا صب جديد راح يصير، والصب القديم ذاك تفلش، شوفوا ذاك الصب القديم راح مثل ما راحت آلاف المشاريع وآلاف المليارات من العراق. راح يصير هذا الخشب وصب جديد، وهاي راحت فلوس العراق. نتمنى متابعة وتكون لافتة هنا، نتمنى المتابعة حتى ما تروح فلوسها مثل ما راحت ذيك المدرسة. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. الحاج أبو ضرغام يقول: المشروع مبهم، ما كاتبين مدرسة، مستشفى، الكلفة المالية، اسم المهندس المقيم. تعليق لدينا من الحشامي أبو علي يقول: حتى تسهل عملية اللغف مثل العمارات السكنية اللي بحي أور. وأي جي سعيدي يقول: المحافظ اللي صار لأكثر من 14 سنة إيش قدم للمحافظة؟ تعليق لدينا من دكتور مصطفى يعقوب يقول: متهالكة، وعلى أي ساعة تطيح وتصير كارثة. خلونا مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة أولا موضوع مال هاي الدقات العشائرية وما أعرف شنو السلاح المنفلت، يعني وين القائد العام للقوات المسلحة؟ زين، ويعتبر القائد العام للقوات المسلحة في المحافظة هو المحافظ رئيس الوحدة الإدارية. تمام. هذا 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 انتهى الموضوع. زين. ثانيا بالنسبة لموضوع المدارس وطرق التنفيذ. لا لحظة أبو زينب اسمح لي. أنا الموضوع الأول بعدنا ما اكتفينا من نقاشه. أكو نقطة، أكو جملة قالها الشخص اللي تعرضت سيارته إلى السرقة من أمام مستشفى المناذرة. أي. أعتقد يقول النجف غير آمنة. السؤال هو ليش هذه المحافظة اللي هي مركز المرجعية، اللي هي المركز اللي تصير بيه الزيارات الدينية، اللي هي المفروض تكون يسموها النجف المقدسة، شلون هكذا مدينة وهكذا محافظة عبارة عن سرقات ومحافظين فاسدين وأجهزة أمنية متورطة بعمليات فساد وغيرها؟ يعني هذه المحافظة المفروض تكون مضرب مثل للنظافة، للترتيب، للخدمات، للجمال، للأمان، ليش العكس؟ إذا كانت يعني هي مو فقط ترى النجف غير آمنة، كل العراق. نعم لكن أنا أخص النجف بالذكر. ما يخالف، ما إيه وياك. لأن هذه لما هي هنا الصورة والصوت موجود، يقول لك نقطة المراقبة أو نقطة الحراسة للشرطة موجودين عن موقع الحادث 50 متر. نعم. 50 متر ما يقدرون يأمنون حماية. ثانيا ما شافوا دنيا نهارها موليًا. هذا ضعف الأجهزة الأمنية. نعم. إذن أنه الميليشيات أو الأشخاص المدنيين اللي يحملون السلاح أقوى من سلاح الدولة بأي صورة.
ثانيا بالنسبه لتعبيد الطرق، نعم يعني همزين احنا بلد نفطي، اي بلد نفطي، يعني النفط مالتنا والجير اللي احد مشتقاته مو استيراد، والبلد متروس حصو ورمل وسبس، يعني كل المقومات موجوده. نعم. ما يشتغلون لما لهم به مصلحه، ما لهم به فائده. وبالنسبه للمدارس، راح بس اسمح لي، يعني راح اعطيك نقطه، اعطيك نقطه ونرجع للمدارس وراها. لما اجى بابا الفاتيكان لزياره العراق عبدوا طريق طوله 15 كيلومتر في ظرف اسبوع زمان، لانه كان هذا الطريق اللي راح يمر من عنده بابا الفاتيكان للذهاب الى محافظه ذي قار. يعني بهاي السرعه، بهذه السرعه انجزوا طريق طبعا بتعبيد جيد بحسب ما وثقوا بالكاميرات، وسالوا الناس انه ليش لما يجي شخص مهم تحاولون ترقيع الفضائح الموجوده في سبيل عدم كشف الحقيقه للعالم، في وقت ابناء البلد هم الاولى انه تقدموا لهم هذه الخدمات، كاللافتات او الجداريه اللي حطها اسعد العيداني حتى يخفي بلاوي البصره، وهذا الطريق وغيره وغيره من النماذج اللي يحاولون يرقعون بها فشلهم واخفاقهم، ليش ما تشتغلون للعالم؟ اقول لك اخوي، هو هذه مو فقط مال طريق اور وباب الفاتيكان وعلى راسنا وضيف عزيز على العراق، لكن دي شوف هي المصيبه الكبرى. يعني اكو، اجيب لك كمثال، محافظه النجف بالداخل، هاي الاماكن اللي سرقوها يعني كل الخدمات وصلوها في خلال ايام بسيطه. نعم. النخل والتشجير والتبليط والكذا وجيبه ورده، زين هذا وليل نهار يشتغلون طبعا باموال الدوله المرصوده لاعمار المحافظه، ولكنها لمشاريع تخص سراق المال العام. نعم. النجف ما خلوا شيء ما نهضوه، يعني سرقوا الأراضي من مجسرات ثورة العشرين إلى عمود 153 اللي بطريق نجف كربلاء، حوالي أكثر من 10 كيلوات. نعم. إلى الحدود العراقية السعودية 400 كيلو، هذا كله لقفوه. أنت وين جاي تسولف هاي شيء؟ نجي بالنسبة للمدارس. نعم. عود على اساس قشمره الناس يردون يقضون على الدوام المزدوج، انه سووا يا ثلاثي يا بعد روحي، شكو يا بزين، انتم عندكم العطله الصيفيه 4-5 اشهر، ليش ما اشتغلتوا؟ نعم. ليش ما بنيتوا؟ ليش ما رممتوا؟ ويا بدء الدوام يبدو لك بهاي العمليه. سووا زين، انت اكو قدك يمك اراضي، ابني يا اخي مدارس، ها؟ وبعدين انقلهم ذولا منا لهناك، اذا تحريصين على ارواح الناس، طلاب ومدرسين ومعلمين، وبعدين رمم ذيك او تفلشه وكذا. تدري عندنا 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 مدارس انبنت على النظام الايراني، ثلاث طوابق شهلمان، ها، ومغلفه بصفائح اشبه بالتنك. نعم. صار لها 16 و17 سنه متروكه، لان التقيس والسيطره النوعيه فشلوها. نعم. زين، لا هم مفلشيها وعايدين بناها على النمط العراقي، ولا هي مكمليها. طيب، اشكرك. نعم، وصلت الفكره ابو زينب من النجف، شكرا جزيلا لمشاركتك. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه، ونصل الى موضوع يتعلق بالخدمات وانعدامها في مناطق مختلفة من العراق. كما ذكرنا قبل قليل وتحدثنا ويا السيد أبو زينب من النجف، ذكرنا جزئية تتعلق بالطرق، راح نأتيكم بأمثلة حية عن هذا الموضوع. أظهر مقطع مصور انعدام الخدمات ورداءة الطرق في مدينة الناصرية، في الوقت الذي وجه مواطن رسالة تدعو العراقيين إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بسبب انعدام الخدمات. لنشاهد. راحتك ويقول لي انتخب دولة وعلم، صاركم 18 سنة مدري 30 سنة بالحكومة وشوارع ما بلطوهين، وهسه مرشحين بس الزوج ينتخبكم، كفيكم العباس بس الزوج ينتخبكم، بس الزوج ينتخبكم بينات العباس واللوقية تثقفون المرشحين. يلا تونس، انا راويك بعد، يوقف انا راويك بعد، هاك يلا تونس. هذا الشتاء عمي مطرتنا ربع ساعة بعد قلبي اخواني يا بوي. شوف 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 شوف. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا.
اشتكى مواطن من محافظة البصرة من الإهمال الحكومي تجاه قضاء أبو الخصيب وحي العسكري وطلاع الحمزة وغيرها من المناطق التي تعاني من سوء الخدمات دون إيجاد أي حل من قبل الجهات المعنية في المحافظة. طبعا طالب المواطن بإيجاد حل عاجل للمناطق المهملة خدميا في قضاء أبو الخصيب. لنستمع. طبعا هاي منطقتنا اليوم بعد سقوط الأمطار، وهاي سيارتي دخلت بها لهاي المنطقة، نزلت من الشارع، وهاي أنا طاموس مطين. والله هذا الحكي الله يرضى به محمد، ليش هيك؟ لا المحافظ سوى لنا حل، لا البلدية تدخلت وسوت لنا حل، يعني ليش هيك شوارعنا؟ شلون ندخل لبيوتنا؟ والله هاي وضعية، هذا جامع، هاي منا بيوت، هاي عوائل، ليش؟ يعني اكو احد يرضى بهذا الحكي؟ وهي دائرة كهرباء هم موجودة، الآليات يعني شلون تطب للدائرة مال الكهرباء تروح وتجي بها موظفين؟ يعني هاي مناشدة للسيد قائم مقام قضاء أبو الخصيب وكذلك السيد مدير بلدية أبو الخصيب. يعني ما يصير هيجي، هذا وضعنا. تدخل بسيارتك تطمس، يعني الموضوع إذا شغلت شركة ومتلكئة وفساد، إحنا المواطن شنو ذنبه؟ على الأقل سوولنا حل مؤقت، حل مؤقت ندخل لبيوتنا ونطلع. وين نروح يعني؟ نقعد بالتجاوزات، نقعد بالإيجار، هذا الوضع أكو واحد يقبل به؟ يلا تفضل. خلي يشوف السيد محافظ البصرة هاي معاناة المواطن ويقول لك محافظة البصرة محافظة الخدمات. وين الخدمات؟ هاي قضاء أبو الخصيب خدماته تعبانة، وهاي المنطقة صار لها حوالي 13 سنة، أكثر من 12 سنة هذا وضعها المأساوي، فساد الشركات المتلكئة والمسؤول ما يحاسب. تعليقات وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام نعرضها لحضراتكم. صفاء البابلي يقول: والله مهزلة، حكومة محلية ما تقدر على المقاول أو الشركة، كل واحد بكيفه وعلى مزاجه، ودور البلدية أبد مو فعال نهائيا بأبو الخصيب. أبسط شيء طريق الصحراء صار لاش قد من فلشوا التجاوز، ولحد الآن كل خطوة ماكو، وناس لبيوتها ما تقدر توصل من الطين. جعفر يقول: طبعا المحافظ والنواب والمسؤولين عندهم طريق يمشون عليه، ما يحسبون بالناس اللي ساكنه بطلع الحمزه قضاء ابو الخصيب، شلون يطلعون من بيوتهم ويروحون لدوامهم. احمد يقول: اين اللجنه المشكله من قبل المحافظ لحل مشكله مشروع طلاع الحمزه في ابو الخصيب؟ تشكيل لجان والسنوات تمضي والحال الى أسوأ. تعليق من منصور يقول: لا خدمات في القضاء وخاصة منطقة الأسمدة، الإهمال واضح فيها، مما يحدب الأهالي بعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الدولة تتحجج بحجج واهية بعدم تبليط الشوارع، وذلك لعدم وجود مجاري في المنطقة. خلونا مشاهدينا الكرام نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم استاذ محمد، شلونك؟ وعليكم السلام، حياك الله، اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الله يسلمك. الحمد لله. اولا تحياتي لكم المخلص. اولا اني اسال على قضيه فلسطين استاذ. اولا تحيه للشهداء، هاي المزرعه اليوم 220 شهيد. يا استاذ محمد اقول وين الدول العربيه؟ وين العالم؟ وين البشريه؟ يعني 220 خلال ثواني، يعني الله اكبر، يعني ما اقول اقول وين الغيره؟ وين شباب؟ وين الناموس يا استاذ محمد؟ والله انا حتى عيوني انهارت من البكاء عليهم، يعني ما صار ترى هاي تاريخ الامه، يعني حتى بالنازيه هم ما صار يا استاذ محمد. نعم صحيح يا استاذ محمد، والله العظيم يعني هسه واحد وين يروح؟ يعني وين يروح؟ وين يطوج؟ يعني شي عقد ينباد من 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 ناس مجرمين قتله انذار جبناء، يعني ذول الاوباش الصهاينه العصريين، يعني وين الدول العربيه؟ وين العالم؟ وين الناس؟ ناشد من تروح؟ وين تروح؟ يعني ما تطلع عن دول شعب خطيئة.
بالمنازل ما أصبر عليكم إن شاء الله. دائما أبو علي دائما ينطرح سؤال كل ما يجي هذا الطاري يجي طاري القضية الفلسطينية في هذا التوقيت واللي دي يصير بغزة اليوم. إذا كانت الحكومات العربية هي حكومات متخاذلة عن الموضوع، لم تتخذ موقفا جادا حازما، طيب ماذا عن اللي دي يدعون المقاومة؟ وين هالفصائل؟ وين هذولا اللي يرفعون سلاح بالعراق وشعارات كلا كلا إسرائيل والموت لأمريكا والصهاينة وسلاحنا لتحرير المقدسات ولتحرير الأقصى والقدس؟ عجبا، ليش ما استخدموا هذا السلاح في سبيل التخفيف الضغط على المقاومة في فلسطين وفتح جبهة أخرى، تمام، في سبيل إيصال أو تأكيد أنهم مقاومة فعلا، أنهم فعلا هدفهم تحرير فلسطين؟ ليش ما شفناهم دي أدون دور؟ ليش ما شفناهم أطلقوا الرصاص أو صواريخهم على الكيان الصهيوني؟ استاذ الحبيب استاذ محمد، احنا الله يقلك يا طوب بالعقل له بالعين. يعني هاي الصواريخ قاعد تنهال من جنوب لبنان، وانا رجل ما له علاقه بس هاي يحكيها الله وقت ورا موت البشر، يحكي ضميره ويحق الله. احنا ما علينا بفلان وعلان، يعني هاي ضربوا لحد اليوم هسه قبل شوي ضربوا طائرات على هذا منا دوره يضربوا هالحجم هالحجم راح اجي وياك راح اجي وياك هل حجم التدخل اللي دا يصير من جنوب لبنان يضاهي حجم القصف والمجازر والانتهاكات اللي دا يقوم بها الكيان الصهيوني؟ راح أسألك سؤال في 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 عام 2014 في عام 2014 وأثناء استعراض عسكري لميليشيات الحشد، تمام، ويمكن وراها أعتقد بال 2015، هادي العامري كان موجود على منصة، كان وقتها اسمه عيد الحشد أو ما أعرف شنو المناسبة، قال لدينا سلاح يضاهي ما تمتلكه الدولة. والسؤال هنا، إذا كان الحشد كنموذج من نماذج هواية تستعرض سلاحها وقوتها العسكرية بين فترة وفترة، ليش مدى يستخدمون السلاح بنفس المستوى الذي يستخدم من قبل المقاومة الفلسطينية أو اللي دي يصير عليهم من قبل الصهاينة؟ يعني ما شفنا هذه الاجتياحات البرية، ما شفنا الدرونات والطائرات المسيرة، ما شفنا التوربيدات والصواريخ البعيدة المدى، وينها؟ هو برجين مال 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 الانترنت، يمكن سموها ابراج تجسس ضربوها. ابو استاذ محمد الاحترامات لك، كيف قال ابو وزير الدفاع الامريكي يقول 57 قواعد تعرضت للهجوم. نعم. 57 هجوم على القواعد مالتهم تعرضت، هو نفس وزير الدفاع، لا انا قلت ولا غيره ولا كذا. وزير الدفاع يقول 57 كتله امريكي واحد الأمريكية. بس لحظه كتله امريكي واحد بال 57 قصف صار؟ قلت لو امريكي واحد بس سؤال على كل سؤال هو تعدي على ثلاث سؤال يعني سؤال جابوا اسطولهم جابوا للخليج وامه سؤالي واضح واحنا طيب ابو علي سؤالي واضح، هل قتلت هذه الميليشيات او هاي الفصائل يسموها امريكي واحد خلال ال 57 قصف او عمليه قصف تمت على القواعد او المنشات او المصالح الامريكيه؟ قتلوا امريكي واحد؟ هو امشي تحت تحدي لهم، يعني لا هي مو شرط انه تحدوا وضربوا، يعني تمام ما حد يضربنا، تحدوهم وضربوهم، يعني هي انت هاي. سؤال اخير لك، نريد نروح نقاتل، ما حد يخلينا، الدول العربيه ما تقبل، هاي وطر 20 تيرو ما تحدوهم يضربونهم طلق على اسرائيل، تمام وطر 20 تيرو ما تقبل، تمام تحدوهم طلق على اسرائيل، تمام. سؤالي الأخير أبو علي، العرب يعني أبو علي هذول هم فوق العرب هم هذول يا أخوان عرب بس عليك أبو علي طينا مجال سؤال بعيد عن موضوع فلسطين. العراق مقبل على انتخابات مجالس المحافظات، والعراق صار لعشرين سنة في حكم هاي الأحزاب، ماكو أي خدمات، ماكو أي منجز على مستوى المحافظات، الوضع من سيء إلى أسوأ. راح تشارك في هذه الانتخابات يا أبو علي؟ استاذ محمد شوف انا هو هاي ديمقراطيه، يعني كيف البشر ينتخب ما ينتخب؟ طبعا بدي اسالك، اكو شغل بالبلد استاذ محمد، اكو شغل، هسه هذا الرجل بده يشتغل، يعني ليش واحد ما يحق الله؟ انا جسور هسه تبليط، احنا منطقتنا صارت 18 سنه ضبطوها، يعني اكو شغل، مو ماكو شغل، يعني اكو شغل ملموس، اكو ملموس، بس في شفنا الشعب العراقي شابه بس في ملموس. احنا ما علينا بذول المنتهين، ذول فلان، ذول التيار الصدر ماكو، والله العظيم
هم ادوا العالم وانت من العالم هذه الظروف من بيتك. باقي الاحزاب زين محمد ذولا هم فاسدين وخاسرين. الاطار التنسيقي الاطار التنسيقي زين هم لا خلف ولا قل رحمه الله اجمعين. هم دمروا العراق. الاطار التنسيقي الاطار التنسيقي يعني هم ولا هم هيك. اسمعني بس على كيفك، يعني الاطار التنسيقي في المقابل طرف يعمل لخدمه البلد مو؟ هو ما علي هو اي استشار انا هو انسان انا احكي لك ما احكي لك على فلان ما له علاقه هذا الرجل هذا كاتب وهذا هو منو اللي جابه؟ منو اللي جابه؟ احكي كرئيس وزراء انا احكي تمام الحمد. تمام شكرا جزيلا ابو علي لانه الوقت صار هواي وياك الصراحه ناقشنا هواي مواضيع. نقطتين بس سريعا اعقب عليها اعقب على اللي ذكرته. دونالد ترامب حكاها بصراحه، الرئيس الامريكي السابق حكاها بصراحه ووضوح يوم اللي صار قتل الإرهابيين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق، كرد فعل من جانب إيران، إيران أخذت الإذن من أمريكا والموافقة وانطتهم خبر أنه احنا راح نضرب مناطق معينة في محيط قواعدكم الأمريكية الموجودة في العراق كرد فعل لحفظ ماء الوجه باعتراف الرئيس الأمريكي. إذا أنت تستشهد بأمريكا تقول ضربة وقواعدنا، إذن هذا الرئيس الأمريكي هكذا يقول إيران تأخذ إذن من أمريكا في سبيل قصف المناطق. لما سألتك أمريكي واحد انكتل ما جاوبت لي إن ماكو تمام، وبهاء العرجي قالها، بهاء العرجي طلع قال ما قتلوا أمريكي واحد وإذا صار هذا الموضوع حيصير رد فعل مختلف. النقطة الثانية، محمد الشيع السوداني هو الإطار التنسيقي، مرشح على الإطار التنسيقي، الأحزاب اللي حكمت العراق 20 سنة اللي بسببها العراق خسر أكثر من تريليون دولار أمريكي على مدى 20 سنة بسبب الفساد والمحاصصة وسرقات المال العام والميليشيات والطائفية وغيرها. نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على أخونا أبو علي يقول وين الغيرة؟ الغيرة غيرة مال العرب، غيرة العرب ما قصروا بالاحتلال مال الأمريكان القذرين، أطارت من قواعدها من قطر وغير قطر وشاركت جيوش من الجيوش العربية ضد احتلال العراق. هاي الغيرة العربية، وين أكو غيرة عربية؟ هم كلهم تابعين لإسرائيل وتابعين لأمريكا. أخاف أشوف هاي ماكو يقول لك الغيرة العربية الغيرة العربية. هذول كلهم تابعين الجيوش تابعين لإسرائيل. لإسرائيل. وانت تقول المقاومه بالعكس لاحظ السلاح ماله استخدمته السلاح ماله استخدمته ضد المتظاهرين وضد ثوار تشرين، يعني هذا مو استخدام السلاح. هو هم شوف ابو عبد الله، طبعا لحفظ ماء الوجه وحتى يكون عندهم رد على كل من يحاول التشكيك بقدراتهم والتشكيك بدورهم والتشكيك بالسلبي او بمشاركتهم في المقاومه، ضربوا صاروخين من جنوب لبنان على ابراج اتصالات سموها ابراج تجسس ولزموها الجماعه كرد على كل واحد يسالهم ليش ما شاركوا، فيقول لك لا هياتهم من جنوب لبنان دا يقصفون والحوثيين ضربوا لهم ما ادري صاروخ صاروخين. هم اللبنانيين المقربين من حزب الله قالوا جو العراقيين واليمنيين راحوا اكلوا مشاوي بالجنوب وفي مالا، وهذا ابو عزرائيل وغيره هاي النماذج اللي راحوا اتغدوا وتريقوا ورجعوا. سالنا سؤال واضح، هل مشاركتهم تضاهي مشاركه المقاومه الفلسطينيه في غزه؟ وهل تضاهي القصف والعدوان الصهيوني على القطاع؟ الرد مالتهم كان يضاهي؟ يا عمي راحوا هيك ناس راحت تونس راحت شرطه انا ما رايح سفر. رايح للشمال الشمال العراق راح تونس اجى. اشر راح من جرح. أشر راح منفج، أشر راح منضرب، أشر راح ورجع كل شيء مجي. أي أنت تدور شهادة، هاي الشهادة عاد يقول لك تعال أنا الشهادة موجودة انتظرك. نعم. تعليق منك سريع على تعليق سريع على موضوع الخدمات في العراق. دعوات لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات لأنه ماكو خدمات. هل أبو علي يقول أكو خدمات وأكو شغل والوضع تمام؟ هل حكومة الإطار التنسيقي قدمت شيء تستحق انه الناس تروح تنتخبها؟ انطيني من وقتك استاذ محمد. يا خدمات استاذ العزيز، الفلاح دعم للفلاح، الفلاح العام ماكو. السنه الفاتت كان طن الكيماوي المركب العراقي
ب 930 ألف. تبي هالسحل هذا الموسم بيش صار؟ صار بمليون مليون وثمانمية وخمسين ألف. الضعف. وكل حاجة حمولة ماصك. هاي 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 يعني شو يعني شو يريدون نسولف؟ يا خدمة حمين. شوارع شوارع با ابو عبد الله باختصار رد سريع من حضرتك، هل اكو تعبيد طرق واكو بنيه تحتيه تتعلق بالصرف الصحي وغيرها، هل اكو كهرباء، هل اكو مستشفيات، هل طوروا قطاع التعليم بهاي الفتره؟ صار لهم سنه حكومه محمد الشيع السوداني، سووا شيء من هذا النوع؟ كلها ردت تحت الصفر، اذا كانت 10% صارت تحت الصفر. طيب أشكرك شكرا جزيلا أبو عبد الله من صلاح الدين. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. إلى الانتخابات. في مشهد من مشاهد صراع المرشحين على السلطة ومحاولتهم كسب أصوات الناخبين، قام النائب البرلماني والمرشح لانتخابات مجالس المحافظات عدنان الجحيشي بوضع شعار أحب الصويرة باللغة الإنجليزية في مدخل القضاء، وذلك أثناء ذلك حاولت جهة تابعة للمحافظة إزالة هذا الشعار الذي وضعه النائب، إلا أن النائب وبلغة التهديد أصر على إبقاء هذا الشعار بحجة أنها تعطي جمالية للشارع. ومن الملفت أيضا أن النائب قام بكتابة اسمه فوق هذا الشعار كنوع من الدعاية. دعونا نشاهد. يا وشنا الهوسيس هنا قياده الشرطه تواصل كلها ملتمه على مود هاي الصوره. تعال صبر، تعال تعصب صبر صبر تعصب والله العظيم اللي فلها حبه مسويه كامله. يلا يلا وقفنا هون، فار 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 نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا. انتقد ناشط من محافظة النجف محاولات بعض السياسيين والمرشحين من تسلق وركوب ثورة تشرين وتضحيات المتظاهرين بهدف الحصول على مكاسب سياسية وادعاء تمثيل الثوار بترشيحهم لمجالس المحافظات. لنشاهد. تشوفون ذول الشهداء، ذول الشهداء اللي طلعوا على مود يلغون مجالس المحافظات. شوفون هذا المكان، هذا المكان اللي وقعت بيه ناس ابرياء على مود يلغون مجالس المحافظات. ومجالس المحافظات حاليا راح تنتخب، واللي مرشحين لمجالس المحافظات بحجه احنا لازم نوقف بوجه الفساد، عشان توقف بوجه الفساد ترشح للمحافظه. لو انت تريد توقف الفساد على مترشح للمحافظة، شنو الحجج اللي اطلقتوها على الناس على مود تقنعوهم مترشحون لمجالس المحافظات؟ انا اريد اعرف شلون اقنعتوا انفسكم ذاك اليوم طلعتوا وربحكم طاحت شهداء، وهسه انتم اليوم طالعين ونفسكم مرشحين للانتخابات وقابلين بالانتخابات، ما تعرف شلون راح تقنعون الناس اللي تنتخبكم وشلون راح تقتنع الناس بعد يومياً من فساد يصير وانت من ضمن الموقعين على مشروع فاسد. اريد اعرف الناس اللي راح تنتخبكم راح تطلع ضدكم، راح تقول حرامات وحيف انتخبناكم، ما اعرف. يطلقون حجة ويقولون للناس يابا احنا رشحنا، ما نريد السياسيين بكيفهم يتحكمون، لا هاي المرة نريد احنا نوقف بوجوههم وين بالسياسة. يا معودين كافة خلي تصير عندنا فكرة واسعة، قسما بالله الكريم كلها ألعاب سياسية هاي اللي قاعد تصير. والله الكريم صوتك مو هين من تنطيش شخصية ما تستحق. مشاهدينا نستمر مع هذا الموضوع.
أكد ثوار ساحة أحرار كربلاء في بيان لهم مقاطعتهم لانتخابات مجالس المحافظات ورفضهم لجميع الفاسدين والأحزاب. لنشاهد. يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، أيها الأحرار في كل مكان، حفاظا على منجزات شعبنا وتحقيقا لآماله في القضاء على الفساد والسرقة والمحاصصة المقيتة، ولأننا عازمون على القيام بواجبنا الوطني والأخلاقي، نعلن لكم عن موقفنا المبدئي بخصوص مجالس المحافظات وانتخاباتها التي سال شلال من الدماء الزكية للعديد من الشهداء في سبيل إلغائها أو تجميدها. عليه نعلن لكم مقاطعتنا لهذه الانتخابات ونطالب بتعديل الدستور وإلغاء مجالس المحافظات كونها حلقة زائدة تشيع الفساد والمحاصصة ويصرف عليها المليارات من أموال العراقيين التي يجب أن تصرف بمجالات تنموية أخرى. مقاطعون مقاطعون مقاطعون، والله ولي التوفيق. مرحبا بكربلاء في تاريخ 16/11/2023. عاش العراق، عاش العراق. مشاهدينا نستعرض سريعا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. محمد يقول: مجالس المحافظات بؤرة الفساد، كفاكم التسلق على دماء الشهداء. عبد الله يقول: العراق بلد منتهي، الأحزاب تنهش به من جميع الاتجاهات، ما نعرف مصيرنا، وين يودينا، خصوصا الناس اللي ما منتميه للأحزاب. زهير يقول: اي والله وسفة، مجالس المحافظات حلقة زائدة وباب من أبواب الفساد، وكل واحد يروج أو يدعم مرشح فهو شريك مع الفاسدين. تعليق لدينا من أبو عقيلة يقول: مقاطعون للانتخابات مع الفاسدين والمتسلقين على دماء الشهداء الأحرار. خلونا نسمع رأي السيد أبو مرتضى من كربلاء. تفضل يا أبو مرتضى، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للواقع الخدمي، نعم، كربلاء حدث بلا حرج، خاصين بالمحافظ، المحافظ سوى والمحافظ جاب، سوى وجاب، سوى له طريق. شنو اللي سواه وجابه هذا المحافظ؟ ما أدري، خاصين اللي جابها صيف الخطابي وردها صيف الخطابي. سوال الشارعين، مدخل كربلاء نجف، مدخل كربلاء بغداد. طيب، الى الطب ببعض الاحياء. يعني بهذا المطرة، اول مطرة، نعم، ضرقت وصرت شغلة يعني تعبانة. فلوس المحافظة، فلوس المحافظة برايك وين دا تروح؟ هذا السؤال هم يسأل يا أستاذ. لا لا، أريد أعرف جواب، أريد أعرف جواب منك، برأيك وين دا تروح فلوس المحافظة؟ طبعاً للجنوب الفاز دا تروح. إذن السؤال، هنا أنا، هل تستحق هذه الانتخابات التي ستفرز شخصيات تنتمي إلى هاي الأحزاب، نفس الأحزاب اللي ساهمت بخراب الكربلاء، بخراب محافظة كربلاء، بخراب العراق، بسرقة الأموال المخصصة للمحافظات، راح تشاركون أبو مرتضى؟ تشاركون بانتخابات يجيكم فاسد جديد باسم مختلف حتى يسرق أموال المحافظة مرة ثانية؟ والله أستاذي، أستاذ محمد وياك، طبعاً هذه الانتخابات المفروض إحنا نطالب المرجعية الرشيدة، نعم، بأنها تطلع يعني تستوى على ذول الفاسدين، نعم، يعني نعم، وتحرم هذه الانتخابات لأن هي نفس الوجوه. سؤال أخير لك، رغم كل اللي دا يصير بالعراق، لماذا إلى الآن المرجعية لم تخرج بفتوى أو بيان واضح وصريح يدعو إلى مقاطعة الانتخابات اللي يتواجد بها الفاسدون؟ والله ما هذه أستاذ محمد، هذا السؤال يتوجه للمرجعية مو أنا، يعني ما أعرف المرجعية ليش ساكتة. رأيك، أريد رأيك، ليش برأيك؟
والله راي ما ادري. طيب شكرا ابو مرتضى، انا ما راح اضغط عليك اكثر، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. خلونا ننتقل سريعا الى فقره الانفوغرافيك، الى انتخابات مجالس المحافظات وصراع الميليشيات. اقتتال محتمل بين الميليشيات في العراق قد يحدث بسبب هذه الانتخابات، لنشاهد. جبهة جديدة للأزمة السياسية في العراق تفتحها الأحزاب المتنازعة على النفوذ في البصرة بعد أن أوعزت لميليشياتها تأجيج الخلافات السياسية والطائفية بهدف جر الناس مرة أخرى نحو مسرح الانتخابات المحلية، بعدما أدرك العراقيون مدى فشل وفساد العملية السياسية. اشتباكات مسلحة بين الميليشيات أدت إلى مقتل عنصرين من ميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري وإصابة آخرين بعد مشادات كلامية بين عناصر ميليشيا العصائب المنضوية في ميليشيا الحشد والداعمة لنور المالكي الخصم اللدود لمقتدى الصدر، لتتطور إلى نزاع مسلح ما استدعى استنفارا أمنيا واسعا في البصرة. تبادل للتهديد والوعيد ينذر بمستقبل أكثر سوداوية في المدينة الغنية بالنفط في ظل مواجهات مسلحة متكررة شهدتها البصرة في الفترات السابقة بعد أن دارت اشتباكات مماثلة لعدة مرات بين ميليشيا العصائب وميليشيا السرايا وصلت حد تبادل إطلاق الصواريخ بسبب الصراع على النفوذ في المحافظة في وقت تنشغل به حكومة السودان بشن حملة اعتقالات وتضييق للحريات شملت ناشطين في البصرة دون أن تلاحق فرق الموت المتمركزة داخل مربع القصور الرئاسية، على الرغم من إدانتها بتنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المدينة. اغتيالات ونزاعات عشائرية وغياب لسلطة القانون فتحت الباب لأحزاب السلطة لجر الناس إلى مزيد من الاقتتال من أجل مصالح سياسية مع قرب انتخابات مجالس المحافظات دون اكتراث لأمنهم وسلامتهم. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.